هل يجوز أن أسبح على اليد اليسرى؟ وأقول الأفضل والأولى، الأفضل والأولى أن يكون التسبيح على أنامل اليد اليمنى، على أنامل اليد اليمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ترجله، في تنعله، في أكله، في شربه، في عطائه، في أخذه، كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ويعجبه التيامن في كل شيء. فالأولى والأفضل أن تعقد التسبيح على أنامل يدك اليمنى. وفي صحيح سنن أبي داود، في صحيح سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، يعقد التسبيح بيمينه، يعني يسبح على أنامل يده اليمنى. فالأولى أن تعقد التسبيح على أنامل يدك اليمنى، لكنني في الوقت ذاته لا أعلم دليلا يمنع من التسبيح على اليد اليسرى، لا أعرف دليلا يمنع من التسبيح على أنامل اليد اليسرى، وإن قلت الأفضل والأولى أن تعقد التسبيح على أنامل يدك اليمنى كما قال عبد الله بن عمرو، لأن هناك روايات أطلقت التسبيح، فيه روايات أطلقت التسبيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعقد التسبيح على اليد، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم قال بأن هذا الحديث المطلق يحمل على هذا الحديث المقيد بأنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده اليمنى، فأنا أقول مع ذلك لا أعلم دليلا يمنع من عقد التسبيح على أنامل اليد اليسرى أو على اليد اليسرى، لكن الأفضل والأولى أن تعقد التسبيح على أنامل اليد اليمنى، هذا أولى. أما التسبيح على السبحة بالمناسبة، وقد ذكرت أختنا الآن سؤالا، فللعلماء في التسبيح على السبحة قولان: القول الأول بأنها بدعة، القول الأول بأنها يعني السبحة أو السبحة بدعة أو المسبحة بدعة، وللمسبحة تاريخ طويل قبل الإسلام، يعني المسبحة لها تاريخ طويل، كما أصل ذلك العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فأقول التسبيح أو عقد التسبيح على المسبحة فيه قولان لأهل العلم: الأول بأنها بدعة ولا يجوز التسبيح عليها، والقول الثاني ذكره الإمام الشوكاني وغيره من أهل العلم أنه ليس بدعة. وأنا أقول بذلك، أنا أقول بأن التسبيح على المسبحة للأعداد الطويلة الكثيرة كأعداد المئة مثلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء خلق، ما قال ذلك الذكر 100 مرة، أنا قد لا أستطيع أن أضبط هذا الذكر بهذا العدد الطويل على يدي، فإن عقدت هذا الذكر أو هذا التسبيح على المسبحة فأنا لا أرى في ذلك بدعية ولا شيئا من ذلك، لأنني أرى المسبحة وسيلة للعبادة وليست العبادة في حد ذاتها، يعني السبحة ليست عبادة إنما هي وسيلة لضبط العبادة، كما أنتم الآن ترونني في هذه الوسيلة التي لم تكن معهودة على عهدي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الظهور في الفضائيات، وأنت تتابعني الآن في بيتك في أي مكان في العالم بل في الدنيا كلها، إما عن طريق هذا الفضائي أو عن طريق الموقع للقناة على الإنترنت، فهذه وسيلة جديدة، فأنا لا أرى المسبحة عبادة بل أراها وسيلة لضبط العبادة في الأعداد الكبيرة الكثيرة التي لا يستطيع الإنسان ضبطها، وإن كنت أرى أن الأولى أن تعقد التسبيح على أنامل يدك كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في تسبيحات الصلاة. أما في هذه الأعداد الطويلة، ولو لم يكن العدد مرادا لذاته ما حدد النبي عدده وإنما أمر بالتسبيح على الإطلاق، فإن كان هذا العدد طويلا يصل إلى حد 100 ولا يستطيع الإنسان أن يضبط هذا العدد بيده لأنه يريد أن يعيش مع معنى التسبيح وعقد ذلك على المسبحة بعيدا عن أعين الناس في حجرته الخاصة أو في سيارته، بعيدا عن مداخل الرياء إلى قلبه أو ثناء الناس عليه أنه كثير التسبيح إلى غير ذلك من الضوابط، فأنا لا أرى بذلك بأسا والله تعالى أعلم، وأسأل الله عز وجل أن يدلنا على الحق وأن يجنبنا الرياء والنفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السبحة أو السبحة للعلماء فيها قولان، منهم من يقول ببدعيتها، من علمائنا من يقول ببدعية السبحة، ومنهم من يقول بأنها ليست بدعة، وأنا أقول السبحة ليست بدعة، أنا أقول لله تبارك وتعالى السبحة وسيلة للعبادة وليست عبادة، السبحة وسيلة للعبادة،
لكن لا شك ولا ريب أن التسبيح على أنامل اليد اليمنى سنة، التسبيح على أنامل اليد اليمنى سنة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم في التسبيح بعد الصلوات. لكن إن سأل سائل عن التسبيح في التسبيحات الكبيرة العدد، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدر 100 مرة، إن قال لي قائل أنا لا أضبط العدد وأنا أريد أن أعيش المعنى وأنا أستعين بالله ثم بمسبحتي في بيتي بعيدا عن نظر الناس وعن أعين الناس حتى لا تسرب الرياء إلى قلبي وحتى لا يشوش على قلبي في عبادتي، في سيارتي، في حجرتي، في حجرة نومي، أستعين بالله ثم بالسبح لضبط هذه الأعداد الكبيرة بعيدا عن تسبيحات الصلاة، أنا أرى أنه لا حرج في ذلك والله تعالى أعلم، لأن السبحة حينئذ وسيلة لضبط العبادة وليست العبادة، فالعبادة ذاتها هي التسبيح والتهليل والتمجيد والتكبير، وقد ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره، وهذا ما أدين به لله تعالى في هذه المسألة، وأرجو أن يتعلم إخواننا أدب الخلاف، فإن رأيت خلاف ذلك فلا ينبغي أن تسفه وأن تحقر، ولا ينبغي أيضا أن أسفهك وأن أحقرك، وهذا هو أدب الخلاف في مسائل الأحكام، كما قال الشيخ الإسلامي الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة، والله أعلم.